دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي إلى رؤية النصف الملآن من الكوب اللبناني، وقال على الرغم من استمرار عدم الاستقرار السياسي والشلل الحاصل في المؤسسات، فإن لبنان هو الأفضل في المنطقة على صعيد الوضع الأمني. وسأل خلال اللقاء إذا كان اللبنانيون قد نجحوا في هذا المجال، فلماذا لا يستكملون نجاحاتهم على مستوى الحرص على مصالح الناس وأمور معيشتهم وتسيير عجلة الدولة؟ ونقل النواب عن الرئيس بري اللاجديد على مستوى الاتصالات المتعلقة بالخروج من دائرة التعطيل المستمر، وأنه لا يجوز استمرار سياسة إدارة الظهر في ظل هذا الوضع والأزمات التي تصيب الاقتصاد وأحوال الناس. ما في نوى إلا سوى مثل ما بتعرفوا، وهيك بقى نحن عم نجرب نقول بكل الطرق الديمقراطية إنه هاي الحل الوحيدة، وإن شاء الله يكون هذا المسار الجديد. في جلسة يعني يوم الخميس برأيك تصير جلسة؟ إذا صار في تواصل، يعني ما في شيء بيصير بلبنان، نحن بلبنان يعني ما تنسى، ما في شيء بيصير بالكراهية، يعني بالآخر كله بده يصير في اتفاق. وما يهم اللبناني اليوم هو همومه الحياتية، أمور الحياتية اليومية. هذا من المفترض أن نترك الخلافات السياسية كل جانب، وأن يتفرغ المعنيون إلى معالجة شؤون الناس وأزماتهم بالدرجة الأولى، وهذا هو الأهم اليوم في هذه المرحلة. وقال بري أمام النواب إذا لم ننجح حتى الآن في معالجة الأزمة السياسية، فعلينا على الأقل الالتفات إلى ما يصيب لبنان من أضرار على المستوى الاقتصادي والمالي، وما يفاقم الأزمات المتعلقة بالملفات الحياتية والاجتماعية والبيئية، متطرقا إلى موضوع النفايات وتداعياته، آملا أن تكون الأمور قد وضعت على سكة الحلول، داعيا إلى معالجة هذا الملف بصورة جذرية. هناك أمل في أن يكون ملف النفايات قد وضع على سكة الحل، وأن تسير الأمور في الاتجاه المطلوب دون مبالغات، لأنه في إمكانية لمعالجة هذا الملف في مدة أقصاها تتراوح من سنة وست أشهر إلى سنتين، لأنه ما يذكر في أحيان كثيرة إنما يبالغ في الأمر ويتجاوز الحقائق. وعن الوضع والحراك في المنطقة قال بري إن مدخل أو بداية حل أزمات المنطقة قد تكون إشارته من اليمن، وهو ما سيؤدي إلى انفراجات على مستوى الملفات الإقليمية العالقة.